first leg of the journey. You know, coach station with Ahmed. Coach just arrived. As you can see, all right, then. I'm route to Morocco. Here we go. فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسجل اللطف نجونا بلطف الله للطف إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف تداركنا في اللطف الخافي يتلعاطى أنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أخذنا أخذنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء. We went to visit Sidi Ahmed Tijani, and then we had the Wazifa there with the Tijanis. Then we went to the Karawin Mosque, and then we arrived on Fez last night, just in time for the Dhikr. In Shadi Muhammad Habib's Zawiya. Hectic, non-stop, tired. But one thing I could say is that, you know, driving in Morocco is crazy. Like, you know, you've got to be ready for it. There's no sense of like lane discipline or anything, but it's been an amazing experience. Everything has just been so blessed. Everything just worked out perfectly. So, see you in Kele Maguna or on the way, inshallah. En route to Kele Maguna, it's been a bit of a mad journey. Me and Ahmed have been stressed. We're not really stressed, we're laughing because we nearly killed a motorbike. But we're all right. So, so tired, stressed. Been travelling since about 7 o'clock this morning. It is now
Nearly killed the motorbike, but it's, I mean, the man on the motorbike would have definitely been killed as well. Nearly really killed him. Both man and motorbike would have been killed, but it's 7:15 now, so we've been travelling for 12 hours. It's been a lovely day though, but it's a bit mad. We've got 1 hour and 10 minutes on sat-nav. Sat-nav broke down, we didn't know where we were going. Then 1 hour and 10 minutes and sat-nav said, now sat-nav's working, so we're going to be in 1 hour and 10 minutes now. So inshallah, see how it goes. Peace out, assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله السلام عليكم السلام عليكم صفي الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صفي الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صفي الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم مغفرتك أرسل ذنوبي ورحمتك أرسل ديني ودني اللهم مغفرتك أرسل ذنوبي ورحمتك أرسل ديني ودني اللهم مغفرتك أرسل ذنوبي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك البكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك البكرات وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ويرد المكرات ويحب المساكين وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضا إليك غير مفتونين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحمدك عدنا يا عزيز وها نحن نحن بوصف الحمد والسند الحمد
كملت محاسنه فلا أهدى السنة للبدر وصحبي وسلم تسليما. اللهم صل على من منه انشقت الأصلاب وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق ولو تضاءلت الفهم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزار جماله المورقه وحياض الجبروت بفيض انواره المتدفقه ولا شيء الا وهو به منوط الا الالوان. So in Kelemagunda now, had the first night of the Muslim last night. It was amazing. The drive was long. You know, together I've been traveling for 13 hours to get to Kelemagunda from Meknes. But it's been amazing so far. Just in the hotel now, chilling with, say peace. Peace. And then it's me, obviously, and then yep, so good, all good, man. Like, really enjoying it. Weather's banging, you know, mad. But yeah, all right then. Peace out. La ilaha illallah. La ilaha some nice tagine and tea and yeah, lovely liquor last night. Ended at got home about 3:45 in the morning last night because the liquor was just nuts, crazy. You know, just in the shop with Ahmed. Gonna go to back to Meknes and then Fez again and back on Tuesday. So it's been a lovely time, lovely food,
People are full of light, friendly people, too much to say. Out. Back in the Zawiya of Sheikh Mohammed Habib, Himullah, last day, had a 10-hour drive from Kelet Maguna, amazing Musim. Leaving in 6 hours to go to the airport, back to England. Too much fun here. There's been crazy, stopped by the police, you name it. Got a bit of a sore throat now and a cold, but it's been all worth it. There's Ahmed. Is that Ahmed? What's that? Say something. I'm in a daze. Yeah. Ahmed done 10 hours of driving, you know, by himself. Done. All right, cool.